أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة، أبو عبد الرحمن يقول: إنسان قبل أن يخرج من بلده مسافرا سمع الإقامة للصلاة، فهل يلزمه الصلاة جماعة في المسجد مع العلم أنه قد أخذ استعداده وأهبته للسفر؟ إذا كان أنه رحل وركب راحلته أو سيارته فلا يلزمه أن يذهب إلى المسجد، لأنه رحل استعد للسفر لا يلزمه، ولكن إذا ذهب احتسب الأجر وذهب يكون هذا أحسن. نعم.